الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. هنتكلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله عن البلس أوبريتور أسوسياتيفيتي، وسبب إن إحنا تكلمنا عن موضوع البلس أوبريتور وبرضه تكلمنا عن موضوع الأسوسياتيفيتي، يعني حلقة النهاردة تقريبا تقدر تعتبرها مراجعة، بما إن إحنا دخلنا في الأوبريتورز فبنحاول نعيدها مرة تانية بس بنوع من أنواع التفصيل وبنراجع المفاهيم القديمة، فيعني إيه اعتبر برضه إن حلقة النهاردة تعتبر مراجعة. إحنا عارفين إن البلس أوبريتور ده بيقوم بعمليتين اتنين، الادنج او عمليه الاضافه او الادشن لما تشتغل مع النمبرز. يعني مثلا لو انت استخدمت 3 زائد 5 هيطلع لك الناتج مثلا 8 ان جافا سكريبت، تمام؟ ديت واحده من ضمن الرولز اللي بيقوم بيها الاوبريتور زائد بلس. الحاجه الثانيه الكونكاتينيشن، وسبق وان احنا اتكلمنا برضه في موضوع الكونكاتينيشن ده يا جماعه، قلنا مثلا لما يكون عندنا نص زي A بعدين تروح تقاد عليه مثلا نص زي B الناتج في الجافا سكريبت هيطلع لك A و B، تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني برضه هو بيعمل ايه؟ بيعمل كونكاتينيشن. طبعا الكونكاتينيشن ده بتبقى ايه؟ بتبقى مع السترنجز بعكس مين؟ بعكس الادنج اللي بتبقى مع مين؟ مع النمبرز. يعني احنا لما نقول ادنج يبقى انا بتكلم عن ايه؟ عن ارقام. لما بقول كونكاتينيشن يبقى انا بتكلم عن سترنجات. فالكونكاتينيشن بتشتغل مع مين؟ مع السترنجز يا جماعه. حتى لو كان في سترنج مع رقم مع نمبر، فايه فالكونكاتينيشن بتمشي القضيه كانها ايه؟ كانها ارقام، الكل كأنه هو سترنجات. وديت هنحاول ناكد على المثال ده. طيب ده بالنسبه لمفهوم او ده بالنسبه للخطوات اللي الادوار اللي بيقوم بيها الاوبريتور. طب يعني ايه كلمه اسوسياتيفيتي؟ طيب خلينا نركز مع الموضوع ده. اسوسياتيفيتي يا جماعه في البلس اوبريتور ده، اكتب النقطه ديت، ده بيكون عباره عن ليفت تو رايت اسوسياتيف. يبقى الاوبريتور بلس ده ليفت تو رايت اسوسياتيف. يعني ايه اللي بيحصل مثلا يا جماعه الخير لما بنقول مثلا 1 زائد 2 زائد 3 ان جافا سكريبت؟ اللي بيحصل في جافا سكريبت يا جماعه مجموعه من الخطوات، تمام؟ ومنهم مثلا ان اول خطوه بتكون ان جافا سكريبت بتحاول تضيف لك على اول خطوه الواحد على الاثنين، دي اول حاجه، تمام كده؟ واحد واثنين طبعا ده كده ادنج عشان دولت ارقام، فتطلع لك الناتج كام؟ تطلع لك 3 وتشيله عندها، بعدين تروح ضايفه المرحله الثانيه تضيف الثلاثه دي على مين؟ الثلاثه دي على الرقم الثالث، ويطلع لي 3 زائد 3 يطلع الناتج كام؟ يطلع الناتج 6. فده اللي انا اقصده بان جافا سكريبت او ان الاوبريتور بلس في جافا سكريبت ليفت تو رايت اسوسيتيف، تمام؟ ده التمثيل او توضيح لكلمه اسوسيتيف، تمام؟ جيد، عايزين نطبق بقى موضوع الاسوسيتيف مع الكونكاتينيشن. يعني ايه؟ يعني هنقول مثلا سي وات ويل هابن، ايه اللي ممكن يحصل يا شباب اذا عملنا القضيه دي؟ يعني لو قلنا مثلا 1 زائد 2 زائد ليتر اي اون جافا سكريبت، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ تمام، خلينا نمشي على نفس المبدا ونفس المفهوم اللي هو ان جافا سكريبت يا جماعه بتكون عباره عن ايه؟ ان جافا سكريبت هي عباره عن ليفت تو رايت اسوسيتيف، فبتمشي من الشمال لليمين، ومن الشمال لليمين هتروح تلاقي ان اول رقم ده عباره عن رقم، اوكي، وتاني رقم عباره عن رقم، فتروح تضيف الواحد على الاثنين في اول مرحله يطلع الناتج كام؟ يطلع الناتج 3. حلو، المرحلة الثانية تروح تضيف التلاتة على الاي، وده يبقى ايه؟ في الحالة دي بقى تروح جافا سكريبت لما تشوف التلاتة وده رقم، ولما تشوف الاي وده سترنج تروح محولة نص كل السترنج، فتعامل التلاتة دي على انها سترنج، وتعامل الاي كده كده الاي ده عبارة عن سترنج، فالمرحلة دي بتبقى ايه؟ المرحلة دي بتبقى كونكاتينيشن، واللي بيحصل فيها بيبقى الناتج 3 ايه. نطبق كده المثال ده، لو قلنا 1 زائد 2 زائد لتر ايه او دوكيمنت دوت رايت، خلينا نقول 1 زائد 2 زائد هنفتح الكوتيشن ونعمل ايه ونعمل سيف، فبتلاقي الناتج انه بيكون عباره عن 3 ايه زي ما احنا كنا متوقعين، تمام؟ جميل، ده جانب. لما نيجي بقى نعكس القضيه
ونقول اني لا بص بك انا هحاول امثلها بس بشكل تاني، هقول المرة دي ايه زائد واحد زائد اتنين، فالوضع هنا هيبقى مختلف. ايه الاختلاف؟ لا لا مش مختلف ولا اي حاجه، افتكر بس ان جافا سكريبت عباره عن ايه؟ ليفت تو رايت اسوسييتيف. فاوكي هتبص تلاقي ان اول حاجه بتكون عباره عن ايه؟ بتكون عباره عن سترينج، ده عباره عن رقم، يبقى اللي جاي كله يا جماعه بيكون عباره عن ايه؟ اللي جاي كله هيكون كونكاتينيشن. فبالتالي جافا سكريبت هتبص هتلاقي ايه؟ هتنزل لك قيمه الايه؟ وهتعامل طالما كونكاتينيشن لان اول واحد كان عباره عن ليتر، فده بالتالي هيتعامل كانه سترينج، والواحد هيتعامل كانه سترينج، والاثنين هتتعامل كانها سترينج. فهتعمل لي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي كونكاتينيشن، فهتحط لي ايه بعد منها واحد بعد منها الاثنين. وتيجي نجرب القضيه ديت ايه واحد واثنين، هنعكس القصه بدل ما كانت واحد زائد اثنين زائد ايه، هنكتب الليتر ايه الاول بعدين واحد بعدين الاثنين ونعمل كنترول اس، فتلاقي النتيجه بقت عباره عن A 1 و2 مش A زائد 3 زي ما هو كان اكسبكتد. ليه يا جماعه؟ علشان رول مهمه جدا ورول المفروض ناخد بالنا منها، احنا بنحاول نقصرها في سيريز اليوم، ان الجافا سكريبت عباره عن ليفت تو رايت اسوسييتيف. اوكي؟ ده بالنسبه اللي احنا كنا عايزين نحكيه كده في موضوع الليفت تو رايت اسوسييتيف مع البلس اوبريتور. طبعا الكلام ده بيكون مع البلس اوبريتور بس مش بيكون مع الماينس اوبريتور، لان الماينس اوبريتور ده بيشتغل مع الارقام. طبعا ايه انت عارف القضيه دي. طبعا الامر المميز في البلس اوبريتور انه بيشتغل ادنج وانه بيشتغل كونكاتينيشن، ده اللي هنلاقيه في البلس ويمكن ما نلاقيهوش في اوبريتور ستاند. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.